السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف مع بعض ايه هو نظام تشغيل لينكس، وكمان هنعرف مميزاته وعيوبه. نعرف اول حاجة عن بداية النظام. تم انشاء النظام من مهندس البرمجيات الفنلندي توماس توفالوس، وكان انشاء النظام بالتعاون مع مؤسسة البرمجيات الحرة FSF، وتم الاعلان عن النظام في 17 سبتمبر 1991. نعرف دلوقتي ايه هو نظام تشغيل لينكس. ده عبارة عن نظام لأجهزة الكمبيوتر سواء كانت ديسكتوب او لابتوب، وده نظام تشغيل مفتوح المصدر بيتيح التعديل عليه، وده من اسباب وجود توزيعات كثيرة من لينكس. واتكتب النظام باستخدام لغة سي، وكمان لغة التجميع اللي هي اسمبلي اللي بتكون 0 و1. نعرف دلوقتي مميزات وعيوب لينكس. نبتدي بالمميزات. أول ميزة معانا وهي إن النظام مفتوح المصدر، تعتبر ميزة مهمة وحلوة جدا لأنها بتتيح للمستخدمين إنك تعدل على سطور البرمجة الخاصة بالنظام، وده يمكن يساعد عشان لو أنت عايز تعدل على النظام بالشكل اللي أنت عاوزه. تاني ميزة معانا وهي إن النظام أكتر أمانا وخصوصية، يعتبر نظام تشغيل لينكس أكتر أمانا وخصوصية من ويندوز، وده ما يعتبرش إنه أكتر أمانا بنسبة 100%، هو أقل عرضة للفيروسات. يعني أنت ممكن تثبت النظام وما تحتاجش إنك تثبت برامج مكافحة فيروسات. وكمان اللي بيساعد في الأمان اللي فيه إنه بيتعرف الثغرات اللي فيه بسرعة، وعلى طول بيتم إصدار تحديث بيسد الثغرات دي وبيخلي النظام بشكل آمن أكتر. وبالنسبة للخصوصية، فإنه ما بيحتاجش منك إنك توافق على أي اتفاقية استخدام زي ويندوز. اتفاقية الويندوز دي بيكون هدفها انه يبعت تقارير لاستخدامك اليومي، وده ممكن يكون حلو علشان يحسن من تجربتك لاستخدام النظام، ولكن يعني في البعض ما بيحبش الموضوع ده لانه يعني ممكن يعتبر انتهاك للخصوصية. اما في لينكس مفيش الكلام ده خالص، انت لو عايز بتبعت لهم وده بيبقى مساعدة منك للمطورين بحيث يحسنوا من اداء التوزيع. تالت ميزة معانا وهي كفاءة في الاداء. بيتميز لينكس بأداء عالي عكس باقي أنظمة التشغيل، وده أنا لاحظته من استهلاك الرام. يعني مثلا ويندوز في بداية التشغيل كده تلاقيه واخد لك 1.5 جيجا أو أكتر من الرام، بعكس لينكس في توزيعات ممكن تاخد 0.5 جيجا بس في بداية الاستخدام، فطبعا بالنسبة لينكس دي نقطة تحسب له ويبقى لينكس أفضل فيها. خامس ميزة معانا وهي مجاني. النظام مجاني تماما من أول التحميل وحتى البرامج اللي أنت بتحملها في المتجر الموجود في النظام، كل حاجة مجانية في البرنامج، حتى لو في حاجة بتبقى بفلوس فيعني بيبقى في توزيعات أنت اللي بتتبرع للمطورين عشان يستمروا في تطوير التوزيع وكده. ننتقل دلوقتي للعيوب. أول عيب معانا وهو صعوبة في التعلم، بيبقى من الصعب على المستخدم المبتدئ إنه يستخدم نظام لينكس بعكس مثلا ويندوز. الموضوع بيتطلب شوية وقت عشان تتعود على النظام وعلى أوامره، وممكن تتعود عليه من خلال إنك تستخدم توزيع سهلة وتبدأ تتعلم الأوامر السهلة، وتلاقي نفسك بدأت تتحسن في استخدامك للنظام. تاني عيب معانا وهو الواجهة الرسومية. بالنسبة للواجهة الرسومية للينكس فهي مش الأفضل، وده ممكن يؤثر لاستخدامك لسطح المكتب، ولكن دلوقتي بقى فيه يعني بيئات سطح مكتب أفضل زي جنوم وكي في اي واكس اف سي اي، يعني دولت يعتبروا من افضل بيئات سطح المكتب الموجودين لحد دلوقتي. تالت عيب معانا وهو عدم توافر البرامج والالعاب. في برامج كتيرة من البرامج اللي احنا بنستعملها زي الاوفيس مثلا ما بتشتغلش على لينكس، ونفس الكلام على الالعاب، العاب قليلة جدا هي اللي بتشتغل على لينكس، والسبب راجع لان معظم المستخدمين بيستخدموا ويندوز وماك او اس، فطبعا المطورين هيطوروها للويندوز والماك ومش هيهتموا أصلا بلينكس. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو وعرفنا مع بعض نظام تشغيل لينكس ومميزاته وعيوبه. لو أي حد عنده تعليق سؤال أو إضافة في الموضوع ده يكتبها تحت في التعليقات. السلام عليكم.